كلهم كانوا جامعه العريش. كانوا جامعه لا محمود وآلاء جامعه العريش سينا جامعه سينا. آية كانت جامعه الدلتا. ومتفوقين. لا هي آية راحت مره الوحيده اللي راحت معاهم دي. قالوا يا بابا احنا هنمشي يوم الاربعاء اللي فات الخميس اللي فات دون اللي هو مثل امبارح وهنيجي يوم الاربعاء اروح اغير جو معاهم واتعرف على الدكاتره بتوعهم وايه لان هم مبسوطين من ايه بتتابعهم وبتساعدهم وكده. قلت لها روح يا بنت غيري يومين. فسبحان الله راحت معاهم عشان تلقى نفس المصير معاهم.